الحقيقة أنا يعني يمكن الناس دايما أول ما نقول لها عطاء أو تكافل يجي في ذهنها على طول شيء مادي، إن أنا بدي من حاجة مثلا أنا مش محتاجاها أو حاجة زايدة عني أو فايدة عن احتياجاتي ببتدي أديها للآخر. لكن في أشكال كتير قوي للعطاء. فكرة إن أنا أكف الأذى عن حد ده في حد ذاته عطاء، لأنه ممكن يكون ما عنديش غير كده أعمله. فكرة إن أنا أبتسم، فكرة إن أنا في أمور كتير برضو أنا مش هتكلم وحضرتك موجودة. ربنا يبارك فيك. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما الصحابة بيرجعوا عليه بالسؤال، إيه أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ إيه أحسن حاجة ممكن نعملها؟ وكان في ملمح دعوي مهم جدا الرسول صلى الله عليه وسلم بينبهنا ليه، إن الإجابة تكون على قدر حاجة السائل، ويديله الروشتة النبوية تتناسب مع ظروفه وتتناسب مع مقدرته. علشان كده فعلا زي ما حضرتك قلتي إنه أشكال العطاء أو التكافل أو التراحم واسعة جدا. فأحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له خير الناس أنفعهم للناس، الله، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو يكشف عنه قربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال الثلاث حاجات دول اللي هم يعني سبيل لسعادة أسر وبيوت وناس كتير جدا، إنه أمنع عنه قرب أو أطرد عنه جوع، لأنه البطن لما بتجوع الإنسان بيفقد تركيزه وعطائه وعمله، ما يقدرش يكون إنسان نافع في المجتمع. فجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا لحاجة مهمة جدا، قال ولأن أمشي مع أخ في حاجة، أخ لي في حاجة خير أو أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فكرة دعوية جديدة خالص، إنه إن أنا بس أمشي في حاجة الناس، حد عايز يخلص الصلاة ولا اعتكاف، لا ممكن ده هو ده قاس على نفسه، قال خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. فإن أنا أخرج مع حد محتاج مساعدة، حد عايز يخلص مصلحة من مكان أعملها له، حد محتاج إن أنا أتسوق له أو أجيب له أي طلب أو حتى أطبطب عليه أو أي حاجة بجهد أو بسيارتي أنقل له حاجة ده لما حد يناديني للمهمة دي أنا بعتبرها هدية ونعمة من ربنا إن هو يستخدمني ويستعملني في عمل عظيم زي ده. صحيح. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عد فضائل كتير جدا نبهنا بقى لحاجة مهمة جدا في نهاية الحديث، وقال وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني أنا بقى مش معنى أن أنا قمت وعملت نفع وحاجات كتيرة للناس يبقى أنا كده خلاص عديت، لا، ده نبهني أن أنا وأنا بعمل كده أعمله ببشاشة وبطيب خاطر وبابتسامة، وأصبر على الناس ويعني أطبطب عليهم وأقول لهم أنا يعني في خدمتكم وأنا تحت أمركم واللي أنتوا عايزينه. لأن أنا بعمل ده لأن لا سمح الله لو رافق بقى العمل الصالح اللي هو كله فضل وأفضلية ده يعني سوء خلق أو عبس في الوجه أو أي حاجة، يبقى أنا كده أفسدته كما يفسد الخل العسل. كتير قوي من الناس ربنا سبحانه وتعالى بيستعملهم في ان هو يخليهم يعني بيشتغلوا في مكان خدمي، بيقدم خدمات للناس، هو بيتقاضى على ده اجر مفيش مشكله، لكن ممكن باستحضار قدر يسير من النيه ان هو يخدم الناس وان هو يساعدهم وان هو يقف معاهم ينفع الناس يقدر يحصل ثواب عظيم. لا سمح الله بقى هو ممكن بقى يفسد هذا العمل بان هو يقشر في وش الناس او اي حاجه، وربنا سبحانه وتعالى يعني في القران الكريم يعني ادانا حاجه كده وكنوع من انواع التخويف انه لا سمح الله ممكن العمل لا يقبل، يبقى انا تعبت في العمل ومع ذلك يعني ان هو انا يعني اخسر ثواب هذا العمل لان انا ما قدمتوش على الوجه الاكمل. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول انه هو يعني لا ينفق الا يعني في الايه اللي هو انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. فمن اسباب عدم قبول العمل ان هو ينفقه كرها، ان هو يبقى قاعد متأفف ومتضايق منه.